نجلاء عندما تعرفت على زوجك وقررت الارتباط بزوجك كنت على علم أنه رجل متزوج من زوجة أولى أو ما كنت عارفة؟ أنت عارف أن معظم الرجالة بتكذب يعني فأكيد ما كنتش عارفة فجئني بعد الجواز بأسبوع أوف <applause> ما خبرك <applause> شيء أبدا ما كنت لا لا, لا, لا فترة طويلة مرتبطين وخطوبة وبتاع وتجهيز وحاجات بس ف... شو هالخطوبة إذا بالخطوبة معرفتي أنه متزوج <applause> هو قاعد يعمل افلام وحاجات وبتاعات ويجيني من هنا وبقول تعالى في ايه؟ ايه؟ ها؟ فقال لي انا متجوز ومش قادر اقول لك ده من قبل علشان ما تسيبنيش. بعد بعد اسبوع من الزواج بقول انا انا متزوج زواج اول. انا يمكن قلت ماشي عديها عشان أنا فعلا حبيته. لما قال لك هيدا الخبر إنه هو متزوج من سيد من زواج عنده زواج أول ما انتفضتي ما قلتي إنه أنا اليوم إذا 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 حياتي الزوجيه بدأت على كذب بدأت بكذب ممكن تكفي كلها كذب. قلت من ما قلت قلت الكلام لكن... ده قلت له قلت له إذا إحنا بدأنا بكده وكذبت عليا المفروض نثق فيك بعد كده إزاي؟ وبعدين أنت ما حريه الاختيار. عيط لي قال <applause> لي ما تسيبنيش. فانا قلت له تسيبني يومين افكر اشوف الحكايه والعيشه هتبقى ازاي قال لي زي ما انت هتبقي عايزه العيشه هتتم بس انتوا ما كنتوا متفقين عن العيشه قبل الزواج يعني انت وياه ما اتفقتوا وين بدك تسكني كيف بدك تعيشي انت وياه قبل الزواج هقول لك اصل احنا سافرنا يعني قبل الجواز سافرنا فكان المفروض في خلال السفر ده الشقه هتتجهز مين يجهز الشقه هو اللي هيجهز كل حاجه مش انت خالص هو جاب لي كل اللي انا عايزاه وزياده شويتين ثلاثه ف... فقلت له خلاص اوكي بشروط قال لي انت ثلاث ايام وهي ثلاث ايام قلت له نو نيفر اسفه جدا يعني ايه قلت, لي قلت قال لي ما هو في قلت اليوم الاخير ده يروح فين قال لي ما هو ده فري بقى اجازه يعني ما قلت له بتاعي ما هو انت كده كده هتفسحني في اليوم ده فبقى مبدئيا لحد دلوقتي انا ليا اربع ايام وهي ثلاثه دخلت بحساباتك بعلاقتك انت وياه زوجته الاولى او لا كان هدفك بس هو بغض النظر عن زوجته الاولى لا هو انا دخلت من البدايه بصراحه عايزه اعلمها يعني ايه تفرط في جوزها واذا انت فرطت فيه انا مش هفرط فيه حتى ليكي يعني طبيعي ان انا اوري له ان انا الافضل بشو انت هو شو كان فائده عن الزوجه الاولى لا عندك انت نجلاء لا كتير يعني في ثقافه في تعليم في ترتيب في البيت بشكل معين هي ست هي ست طيبه على فكره وغلبه الراجل لكن... يبحث عن الترتيب او يبحث عن العلاقه الراجل اللي بيتجوز ثلاثه واربعه اذا هو للدرجه الاولى العامل يعني اهم حاجه عنده هي العلاقه ما بينه وبين الست مش مهم بقيه الحاجات انا هنا دي مش عندي اساس انا الحاجات اللي حوالين العلاقه هي الاهم يعني ترتيبي معاملتي معاه اكلي أه، البرفانات الشاكه في المعامله الدلع هي متفهمش ده هي حرام غلبانه ما عندهاش ده فمش معقولة انا هاجي وما ان في فرق فظيع بيني وبينها انت دخلتي على اساس بدك تفرجي الفرق لزوجك وتكسبيه لميلتك هي كيف استقبلتك هي راحت فقع بالصوت ولما عليه الحاجات وخدت بعدها وراحت عند بيت اهلها ما فيش اربع خمس ايام اسبوع جت ورضيت بالامر الواقع. كيف علاقتكم اليوم انت والزوجه الاولى نجلاء؟ ايه هايلة. يعني هايلة فظيعة، مش عايزة اقول لك. لكن انا العيشة عندي طبيعية جدا، يعني, يعني... انا ساكنة فوق وهي تحت. إيه؟ فانا بتعامل بقى شغالة ممكن تنظف الشقة، لا امسحي السلم. فانا اروح جايبة مية بزيادة بحيث يغرق الشقة تحت لان مفيش عتب على الباب. فانتقم، عارف انت؟ بس ما بعملش ده الا في اليوم اللي هو هيبيت فيه تحت. بس انه عم تنتقم من شو صورتي ليها اياها امراه غلبانه امراه لا ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده هي ضرتي ايه؟ مش اختي مش أختي ما ينفعش يبقى جاي من تحت مبسوط انا ست يعني غصب عني انا ما ده جوزي لما بكون عند الزوجه الاولى ايه هو انا بعمل شويه حاجات بحيث ابقى عارفه ان تحت في مشاكل اذا في مشاكل انا بفتح الكاسيت واقضيها راس والدنيا لطيفه يعني الدنيا بتبقى حلوه جدا ساعات ساعات <applause> بجيب المعجه وادق على اوضه النوم في هيدا عم تستفزيها او عم بتغاري منها لا بستفزها طبعا ما بغيرش منها هي مش هينفع تبقى في نفس المستوى صعب 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 في فرق في فرق ثقافه في فرق معامله اه اه انا انا ب... انا دخلت خلاص وعرفت ان في دره فانا مش هينفع اروح اقعد معقول لها يا حبيبتي تعالي ما اقول لك انت مقصره في كذا وكذا عشان تعدل لا ولو بكره <applause> قال لك في زوجه ثالثه وفي دره لا ده انا انفخ امه مفيش <applause> مشاكل <applause> 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 إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولمزيد من الفيديو سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا